أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير ويا هلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي عليكم بالعافية. طبعا أول شيء حابة يعني أهنيكم بحلول شهر شعبان وإن شاء الله يا رب الله يبلغنا رمضان وياكم وأنتم بألف خير وسعادة والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا بمناسبة إنه رمضان قرب وما بقى إلا شهر إن شاء الله، فأكيد إنه كل ست بيت تتمنى وتطمح إنه يكون سفرتها الرمضانية سفرة مميزة عامرة بالأكلات المميزة اللي الواحد يقول والله يعطيك العافية، يعني تاخذ أجر إنها فطرتهم وأجر إنها فتحت نفسهم على الأكل على قولتهم. طبعا اليوم مجهزت لنا رودينا عطية أطباق مميزة نشوفها إحنا وياكم. أول شيء يسعد مساك رودينا. أهلا بك يا منال ويسعد مساك، والتقديم شوقتينا رمضان، وكل سنة وكل المشاهدين بخير وطيبين، ويا رب تبقى أيام سعيدة مفترج علينا جميعا. آمين يا رب العالمين. يا رب. قولي لي رودينا إيش مجهزت لنا اليوم؟ النهاردة زي ما أنت قلتي بالضبط، عايزين الحاجة تبقى كويسة بالنسبة لرمضان، فعايزين اللي يفتح الشهية والحلى والحاجات دي كلها. عندنا النهاردة كبدة اسكندراني، كبدة اسكندراني دي مشهورة في اسكندرية، عندنا أحلى بلاد مصر، أحلى مدن مصر قصدي. كبدة اسكندراني دي هتعمل بطريقة سهلة، وانت عارفة فوائد الكبدة نتكلم عليها بعد كده. وعندنا الطبق الثاني بدنجان مخلل، بدنجان مخلل ده بيبقى برضو من الحاجات فتح الشهية، لأن فعلا الواحد بيحتاج بين الحاجة واحنا بناكل حاجة تفتح الشهية. تالت حاجة نعمل كيكة التمر الشهيرة الجميلة اللذيذة المفيدة، كل حاجة فيها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا بما أنه تكلمت عن المقادير يستعدنا تواصلكم معنا، طبعا ومواقع التواصل الاجتماعي واتصالاتكم الغالية علينا. حياكم الله أعزائي المشاهدين من جديد ويا هلا ومرحبا برودينا. بس أنا أبغى أعرف حاجة قبل لا نبدأ في الإسكندراني، يعني إنه ليش سميتوها الكبدة الإسكندرانية؟ يعني أيوة الكبدة الإسكندرانية هي أول ما طلعت كانت في إسكندرية، وبقت نسبت ليها، بقت نسبة إلى المدينة الساحلية الجميلة إسكندرية، وبقى اسمها كبدة إسكندرانية. يعني عايزة أقول لك إن إحنا في الصيف دايما اللي بيروح إسكندرية لازم ياكل كبدة إسكندرانية، من الحاجات اللي هي الطقوس عندنا. يعني يمكن أنتوا حتى عندكم لازم تكون الأشياء هذه موجودة على الفطور، تعتبروها انه في فطور رمضان. ممكن طبعا تبقى على فطور رمضان، ومن الحاجات اللذيذه السهله اللي يعني ست البيت زي ما بنقول ما تاخديش وقتك في المطبخ كتير. احنا البرنامج ده عشان نيسر على الناس ازاي يعملوا الحاجه بطريقه سهله، ما ياخدوش الوقت اللي هو يعني طول النهار بتعمل فاكلة، ممكن تعمليه في وقت قصير ويطلع في الاخر لذيذ، والناس كلها تاكل وتبقى مبسوطه وتاخدي برضه نفس الثواب اللي قلتي عليه. عاتبين الجد، انا الكبده كثير ما كنت احبها، طبعا يمكن على حسب، يمكن مكتها شوي، ناس سووها بطريقه انا ما حبيتها مع انها جدا مفيده جدا، لكن بعدين يوم لقيت في عده طرق لها وناس قدموها بطريقه ثانيه حبيتها. لا تنسى انها جدا مفيده. يمكن في بعض الناس كثير يقولون احنا ما نحب الكبده، لكن على حسب طريقه الطهي. على حسب الطريقة. النهاردة نعملها بطريقة سهلة ومفيدة، لأن في كبدة مثلا بتتقلي في الزيت ما بحسهاش مفيدة أوي. إحنا ناخد فايدتها مهمة جدا لكل اللي عندهم فقر دم، كل الأطفال هم بينموا بيحتاجها، الحوامل، كبار السن، يعني قد إيه من الحاجات اللي هي مهمة جدا في حياتنا تبقى موجودة ولو حتى مرة في كل أسبوعين ولا حاجة. عاد أنت وطريقتك كيف تقدميها لأطفالك عشان يحبوها ويستلذوا بطعمها؟ أنا بنتي معايا في الاستوديو بتحبها وتشوفوها النهاردة. دلوقتي عندنا الكبدة بنقطعها
بتقطعها شرايح رفيعه ممكن تقوليها للجزار يقطعها لك رفيع كده اللي هي زي بتاعه الشاورما مثلا. ممتاز. بتبقى رفيعه جدا الشريحه كده، نقطعها صغير ورفيع، ويبقى عندنا فلفل. الفلفل ده بيبقى يا اما فلفل حار يا اما فلفل رومي. فلفل رومي بارد او حار، ده حسب يعني اللي حسيت البيت حابه تعمله. وفي عندنا توم، بناخد شويه توم، وعندنا ليمون، وعندنا كمون، ملح، فلفل، كزبره. ممتاز. الحاجات اللي انا حطاها دي كلها يا منال بنتبلها فيها. يعني ايه بنتبلها؟ يعني بنسيبها قبلها بشويه، يعني بنحط الحاجه قبلها بشويه على الكبده وتبتدي تاخد الطعم وتاخد الريحه وتاخد كل حاجه. الا طبعا الفلفل. فاحنا عندنا الفلفل الكبده متبلينها بايه؟ بكل الحاجات اللي انا قلت عليها، اللي هي كمون وملح وفلفل وكزبره وليمون، وبنغسلها. يعني ليه حطيتي لها الليمون بالذات؟ هقول لك، في عندنا طريقتين في الكبده. في ناس ما بتحبش تغسلها خالص زي ما هي بتيجي كده وبتقطعها، دي يعني افضلها لما تكون طازه، عارفه ان هي جايه ماسكه شايفه الحاجه قدامك. اللي ما بيفضل يغسلها او يعني ما بيحبش كده، انا بغسلها وبعملها بالخل، بغسلها كويس قوي. بالظبط، وبغسلها بالخل. هي بس ساعات اللي ما بيغسلهاش بيقولك بتدي زفاره، انما لو غسلتيها ما تغسلهاش بميه وتقفلي فتدي زفاره، اللي هي مش هتستزغيها يعني. فهي لازم تتغسل كويس بملح وفلفل وخل، وبعدين تشطفيها تاني وتعمليها مره كمان. فده دي كبده، وبعدين بنحط عليها كل التوابل دي ونبتدي نشتغل. طيب هنشتغل ازاي يا منال؟ احنا عندنا الكبده الاسكندراني عشان تعمل لازم الطاسه تبقى سخنه جدا. ممتاز. يعني سخنه لدرجه انك تتلسع اول ما تحط وبنحط شويه زيت. تقدري تستغني عنها زيت الزيتون صح؟ والله عندنا يا منال ما بنحط زيت الزيتون في كل حاجه. يعني بيني وبينك احس انها يعني هي بصراحه الافضل انه احنا نستخدم هو في اطباقنا يعني زيت الزيتون. في حاجات كتيره بقول لك زيت الزيتون ده لازم مهم جدا، بس يمكن عشان اقولها لها بطريقه كلاسيكيه ما بنستعملش زيت الزيتون. بس هي لو خلاص ست البيت حابه او مستساغه الطعم اتس اوكي، يعني ما فيش مشكله انها تحطه جوه. ممتاز. هنسين بقى الطاسه تبقى سخنه جدا، لان هي دي اساس الموضوع عشان الكبده ما تنزلش اي ميه. ممتاز. خلاص كويس كده. وبعدين نروح حاطين شويه ثوم، لسه سخنه قوي مش مشكله، حاطين شويه ثوم وبنحط شويه فلفل. طبعا في حاجه مهمه للكبده انها ما تستوي كثير. يعني اللي اعرفها انه كل ما انت طولتي بانك انت تطبخيها كثير كل ما تطلع قاسيه اكثر. ايوه بالظبط صح، وبتفقد فوائدها يعني. كمان الفوائد اللي جواها بتروح. طبعا احنا باصين على الحاجه دلوقتي ما بنخليش الثوم يحمر، احنا عارفين هو حساس جدا ما بيلحقش ثواني بتلاقيه اتعمل خلاص كده. فنروح حاطين الكبده ونقعد يا منال نقلب كده. ممتاز. ما بنسيبهاش يعني، دي ما تتسبش غير لما تكون استوت، هي ما بتاخدش ثواني بتكون استوت معانا. عاد احس انه لو كثرنا فيها البصل ما فيهاش بصل في الطبق ده. لو انت عايزه تحطي بصل شوي احس انها كل ما انت زودتي البصل فيها على حسب الرغبه طبعا. بصي الكبده اسكندريه ما فيهاش بصل، انما لو عايزه تحطي بصل وتبقى طبق ثاني اوكي، يعني الكبده تتقبل البصل تبقى طعمها حلو تمام. شوفي عندك المقلقل وعندك المقلقل وعندك أيوة الكبده، انا احس انه كل ما كثرتي البصل يا سلام طلعت حاجه ممتازه. ايوه يعني طبق الكبده كبصل وطريقه ثانيه اوكي بتتقبلها بتبقى طعمها حلو، البصل بياخد من طعم الكبده يبقى طعمها جميل. وكمان بنحطها على تزيين الحاجه من بره على الرز كده. بص الريحه بدات تطلع يا منال ازاي؟ هنبوظ الاستوديو. عندك السيفونيه الموسيقى حقتها الحاجه الكبده. ايوه كده الكبده يعني تقريبا جاهزه. ما بتقعدش كتير يعني زي ما بنقول كده زي الجمبري ما بيقعدش كتير، هو انت بتقلبي كده لونها اتغير، وبرده نفس الحكايه ما بنخليهاش تستوي اخر حاجه عشان تبقى لا خلاص هي تقريبا استوت كده. احس انه هذه في رمضان حلو ان الواحد يتسحر عليها في اخر الليل احسن من الاكل الدسم. يعني احنا عندنا لازم اذا ما كانت الكبسه واللحم والدجاج أيوة. والاشياء هذه، بس انا ما ادري كيف ينام اخر الليل. والله عندك حق. فالاشياء الخفيفه زي كذا الكبده والاشياء هذه الخفيفه احس انها مره كويسه وجميله لهم ومفيده. مفيده جدا جدا يعني لو ما تعطشهم. بالظبط، هي دي بتعطش يعني ما بتاخدهاش بالليل، يعني ناخدها في رمضان في الفطار، انما بالليل دي تبقى صعبه قوي. ادي اول طبق الجاهز الجميل بتاعنا كده خلاص استوت. حطيتيها يعني اعتقد ما في دقيقه تقريبا. ما فيش انت بتحسيها وانت بتقلبي تحسي ان الكبده نفسها شكلها اتغير وطعم ولونها وكل حاجه اتغيرت.
وطعمها جميل ولذيذ، واحنا عندنا ريحتها جميله ولذيذه جدا. احنا هنا بنقدمها مع العيش البلدي المصري اللي احنا عارفينه ده، وممكن تقدميها مع رز ابيض او مكرونه او اللي انت عايزاه على نشويات، بس هي يعني مشهوره بسندوتشات الكبده الاسكندراني. كده خلصنا. طب وش الطبق الثاني؟ وش الطبق الثاني؟ بص يا ستي، عندنا الطبق الثاني اللي هو باذنجان المخلل. باذنجان المخلل عباره عن ايه؟ عباره عن باذنجان احنا انا جايباه لكم قبل ما يتقلي بالمنظر ده، بنقطعه من النص، يعني الطول ده كويس قوي، بنقطعه من النص. حاجه من الاثنين، في طريقتين، يا اما نسلقه يا اما نقليه في الزيت. ممتاز. المشهور اكتر اللي احنا بنقليه في الزيت. اوكي، انا قريت لكم ثلاثه كده. وبعدين بنجيب فلفل رومي مضروب كويس قوي يعني ناعم، بنحط عليه ثوم وبنحط ملح وكمون. هذه ايش تسموها؟ ايه هذه ايش تسموها؟ باذنجان مخلل. باذنجان مخلل، لان احنا بنخلله. اكثر شيء انتم عندكم تقدموها مع الفول والطعميه. ايوه والله، في كل الاكل من الباذنجان مخلل احنا يعني بنقول له تحيات اول ما نشوفه. بيتاكل في اي وقت وفي اي مكان. عجيب، انا من عشاق الباذنجان بصراحه. اه فعلا، مش تصدقي الباذنجان من الناس الشرقي باي اي طريقه بتتحط بتتاكل، اي طريقه فعلاً. يعني ما بشوفش حد بيقول لك الباذنجان طب عاملاه ازاي وما بيتاكلوش، يعني بقى طريقته جميله. في ناس ما يحبوا الباذنجان سبحان الله، وفي ناس يحبوا الكوسه. انا الكوسه ما هي يعني مو كثير. أوكي. بس الباذنجان انا ملاحظه انت مو كثير في حاجات كثير يا منال، انت مو كثير في حاجات كثير في الاكل. بنحط عليها شويه خل. شوفي الباذنجان لذيذ بصراحه جداً. يعني اذا جيتي هتحطيها كطبخ كمقبلات جدا لذيذه. كده خلاص حطينا عليها خل، كده صارت عندنا جاهزه اللي هي الخلطه اللي هنحطها. ممتاز. بنجيب الباذنجان كده وبنبتدي نحشيه. بالنسبه للي بيبقى مقلي ده ممكن تاكليه على طول يا منال، ما بيحتاجش ان انت تحطيه في اي. طب ليش نسميته مخلل؟ يعني انت ما تخلي مخلل كده، مخلل انت حطيتي جواه يعني كل. يعني شوفي، هو المخلل انك انت تخلليه، يعني انك تطولي فتره انك انت تحتفظي فيه في الثلاجه او برا لفتره طويله. صح، بس هذه اشوفها طوالي تسويها وتقدميها. صح، ده اللي انت بتقوليه، بس ده لما كل ما يقعد كل ما يبقى احلى، فكل ما يقعد معاكي في الثلاجه فتره كبيره كل ما يبقى طعمه احلى. وبعدين بنحطه كمان، بنغطيه بليمون وزيت وملح، بنغطيه خالص فبيبقى بيتخلل يعني. كده هذه تعتبر نوع من انواع المقبلات. مقبلات. انا يعني طبعا انت تختاري فيها الباذنجان الابيض، يفضل انها والله برضو دي مختلفين فيها، يعني هي بيتعمل باذنجان ابيض وباذنجان اسمر، بس المهم الباذنجان بيبقى يعني اللي هي بنشوف الحاجات الصحيه اللي احنا يعني باذنجان ما فيها المناره اللي تكون موجوده في الباذنجان بعض الاحيان. أيوة، يعني نختار الباذنجان على قولتهم بعنايه. بالظبط كده، ده اللي بنحتاجه واحنا بنختار الباذنجان بتاعنا، يبقى بعنايه وبطريقه كويسه. يا سلام، يعني الحين انت جهزتي لنا صحن المخلل وصحن الكبده. يعني لو نطلع احنا وياكم نشوف مواقع التواصل الاجتماعي اللي من خلاله ارجع واذكر، اكيد يسعدنا تواصلكم ومشاركتكم. ويا هلا ومرحبا فيكم من جديد ومع طبق الحلا. بس ما ادري الحلا جبتي لنا قهوه ولا ما جبتي لنا قهوه اليوم؟ والله منال النهارده ما جبت، بس يعني نطلب قهوه وناكل سوا. عاد ردينا كل يوم يعني ما شاء الله عليها، قبل الحلقه تكون جايبتنا القهوه. ايوه، الحلا يا مدلعتنا. هو احلى حاجه القهوه، مع القهوه العربي دي انا بقيت من الادمان لما بقيت في السعوديه. دلوقتي هنقول كيكه التمر.
عندنا عبارة عن ايه؟ كيكة التمر. عندنا تمر، بنجيب التمر حاجة من الاثنين، يا اما نجيبه مطحون يعني معجون التمر، او نجيب تمر ونخليه احنا نهرسه ونعمله. انا يعني عملت ده وعملت ده اللي معمولة اوريدي بقى معجون التمر، والنهارده بنعمل ده اللي هو الصحيح، بس حطاه في شوية مية سخنة لغاية ما طري معانا كده بقى طري خالص. ده هناخده ونعمل بيه الكيكة. طبعا ده بيبقى طعمه، ده طعم يا منال، الطعم اللي هو بيبقى صبح صبح قوي. ممتاز. التالي بقى معجون داخل في الاكل. وعندنا نص كوبايه سكر، انا ما بتكترش عن نص كوبايه لان اصلا اوريدي التمر مسكر، وكمان هنعمل كراميل معانا فهياخد يعني سكر كتير، مش محتاجين نكتر اكتر من كده. وعندنا بيضه، وعندنا كوبايه وربع دقيق، وعندنا باكنج صودا عشان التمر، وباكنج باودر عشان الاكل. وعندنا ده السكر اللي هو هنعمل بيه كراميل، وعندنا نص كوبايه زيت. طب ما نستبدل فيها الدقيق الابيض بالدقيق الاسمر؟ أوكي. عشان كبار السن. اوكي طبعا، ممكن خلينا نقول بدال السكر الابيض حطيه بني، حطي السكر دايت، حطي الدايت، حطي البني اللي انت عايزاه. يعني الحاجات بتبقى يعني زي ما تقولي مرنه، عشان الناس لما تعوز تعمل حاجه زياده بتعملها. دلوقتي هنبتدي ازاي؟ هنجيب التمر. هنجيب التمر، حط عليه الباكنج صودا. طب ليش حطيتي على التمر بالذات؟ عشان الباكنج صودا ده اللي هيخليه يبوش ويفور ويحصل اللي بيقول كده يعني يدوب. وعندنا كوبايه ميه سخنه، لازم تبقى سخنه يا منال عشان نبتدي ندوب التمر. طبعا انت حطيتي التمر قبل كده في مويه اوريدي بايت في ميه، فبقى طري شويه مش زي ما احنا بناكله الاكل التمر، انما دلوقتي عايزين ندوبه عشان هيدخل جوه الكيكه، مش هيبقى بتاكلي تمر لازم يبقى. طب في انواع السكري او الاشياء هذه تلاقي التمر مره طري، ما يحتاج انك انت تحطيها في مويه حاده. بالظبط، لو كده خلاص، انما انا محتاره تمر من اللي هو التمر اللي موجود في كل البيوت مش السكري العادي خالص. وممكن تعمليه ده بتدي، بصي لو لاحظنا هنلاقي ان التمر بدا يدوب. انت تبغي يذوب على الاخر ولا يكون؟ لا مش قوي يعني، بس المهم ان هو يبقى دايب، ما يبقاش حتت نص انصاص يعني. هنسيب ده على جنب. والميه حاجات هتستخدميها اكيد، الميه حاجة طبعا كله اصلا مش هيبقى بالمنظر ده هي هتبقى ممتاز. عباره عن معجون يعني. ممتاز. ناخذ اتصال ونقول يا هلا ومرحبا بام عمر. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وغلا. كيف الحال؟ طيبين؟ بخير، الله يسعد لي قلبك. انت كيفك يا ام عمر؟ الله يسلمك يا رب. ويسعدك. منورين الشاشه والله. منورين اكيد باتصالكم ومشاركاتكم معنا. الله يسلمك. شو اسمه نبي هذا الكفته المصريه والرقاق المصري. الرقاق المصري؟ طيب حاضر. خلاص. الكفته المصريه. ولا يهمك، من عيون الثنتين. في بعد اي استفسار؟ نعم. عندك اي سؤال للشيف؟ لا والله ما شاء الله، يسلم ايديها على الكبده والله. الله يكرمك. اكيد شكلها ام عمر اشتهت عليها على الظهر. يعطيك الف عافيه عزيزتي وشكرا كثير لاتصالك. الله يكرمك. نقول لها بسرعه، الرقاق المصري بيجيب الرقاق بيبقى المصري بيبقى تخين، مش جلاش، الرقاق المصري بيبقى تخين شويه، فبتجيبيه وبتبقى محضره العصاج، عصاج لحمه مفرومه مع بصل، بتحضريه الاول لوحده، وبعدين تحطي الرقاقه، كل واحده رقاقه تحطي عليها شويه شوربه بسمنه، وتحطي رقاقه ثانيه لغايه ما تبقى ثلاث اربع طبقات تحت، وبعدين بعديها اللحم العصاج في النص، وثلاث اربع طبقات تحت كمان، وتقطعيهم كويس قوي وتحطيهم الفرن. هذه اسمها ايش؟ رقاق المصري. طبعا هذه قريبه من عندكم، من ايش يسمونها الكفته اللي يحطوها في الخبز، زي الحواوشي. حواوشي عليك نور. يعني تقريبا، بس هي ده ممكن تستعمليه كمان مع الجلاش، بس الجلاش بيحتاج. على فكره كثير كانوا سالونا عن الحواوشي، قالوا انه كيف طريقه الحواوشي كيف يعملوها، فانا حابه ردين ترجعي تذكريهم في طريقه الحواوشي. الحواوشي نفس العصاج اللي انت عملتيه، بس بتزودي له توابل، ما بتعملوش عصاج بقى، بتعملي لحمه نفسها. ممكن بقى نفتح الأصوات يا منال؟ تفضلي. طبعا بديتي حطيتي حطيت زي أي كيكة عادية، بنحط البيض مع السكر، نسيبه يتخلط شوية عشان يدي اللون الأبيض، يعني ما يبقاش السكر لوحده. طبعا أول ما بنحط بيض لازم نحط معاه فانيلا على طول. ممتاز. وبعدين هنجيب بعد كده أدي الدقيق، بنحط عليه الباكنج باودر. ونحط عليه ذره الملح. طبعا لازم المحمى، انتوا دائما تحبوها تحطوها في الكيك، لازم
لازم ذره الملح دي مهمه جدا. ايش السر فيها؟ السر في ذره الملح منال هي اللي بتخلي الحاجات تتجانس مع بعض وبتقوي النكهات، يعني الاثنين بنستعملها عشان كده. طبعا ذره ما هي ملعقه، مو بتروح تحطين ملعقه. لا. طبعا ذره صغيره بس. لا ولا يعني نص ربع معلقه، يعني اسمها ذره عشان كده الناس تعرفها انها ذره ملح. وبنقلب المكونات اللي هي الجافه مع بعض. ممكن في بعض الناس بتحط قرفه مع الكيكه دي، القرفه دي بتبقى حلوه قوي. لذيذة. بعض الناس بتحط شويه نسكافيه برضو بيبقى نكهته حلوه مع التمر. لا انا احس صراحه مع التمر القرفه تعطي نكهه جميله. ما ادري يمكن لاني احب القرفه فاحس انه فعلا مع كيكه التمر والقرفه شيء ابداع. حطينا دلوقتي يا منال الزيت كمان نخليه ليكويد شويه ونبتدي نحط الدقيق واحده واحده. لا هو انا محتاجه تبيض فخليها كده ونبتدي نعمل احنا الكراميل، لان الكراميل بياخد وقت. اوكي اتفضلي. الكراميل ايش تستخدمي له؟ الكراميل انا حبيت اعمله النهارده عشان ناس كتير بتسال عليه يعني بيستصعبوه مع ان هو من الحاجات السهله، هو بس بيحتاج تركي شويه، يعني لازم تبقي واقفه جنبه، لازم يبقى في وقت معين. النهارده عايزين نعمله بطريقه ان الناس تعمله بسهوله في البيت. ممتاز. هو انا بعض الاحيان الكريمه ترى على فكره فعلا بعض الاحيان تحسيها تتكتل معك. أيوة. يعني ما تحسيها ان السكر خلاص اتفتفتت مضبوط، نحس انها صارت قطع السكر موجوده معانا. صح. خلينا نشوف رودينا شلون حتسويها لنا اليوم. بالظبط. النهارده هنعملها ازاي؟ حطينا كوبايه السكر عليها نص كوبايه ميه ونسيبها على النار تبتدي تاخد اللون اللي هو تغلي مع بعضها، ما تحتاجش تقلبيها دلوقتي. يعني بس كده وسيبيها مع نفسها تاخد اللون. خليها تاخد اللون واحنا بنعمل الكيك عشان كل شويه اوريكم ايه الفرق بين الاول والاخر. خليها دلوقتي. هو يمكن بس تعرفي كيف رودينا، يمكن اذا حطينا قشطه هي بعض الاحيان يمكن هي اللي تكتل اذا حطينا القشطه، فانا ودي فعلا اعرف اذا سويناها كيف اذا حطينا القشطه، هل احط القشطه الحين او لا. خليها الى اخر شيء. بالضبط ده اللي هي التريك. طيب انا هذه النقطه المهمه انه عشان ما تتكتل يوم احط القشطه، هل يعني احطها ملعقه ملعقه ولا لا لازم احركها لازم بسرعه؟ لازم تحطي شويه وتقلبي شويه وتقلبي. يعني من الحاجات اللي هي فعلا فيها تريكي شويه بس لازم كل بيت تبقى عارفاها، يعني مش محتاجه تشتريها من بره. دي هنحط دي الطاسه اللي هنحط فيها في البايركس اللي هنحطها فيها الكيكه. ممكن تستعملي تيفال، ممكن تستعملي انت عايزاه، دي يعني حسب الشيب اللي انت عايزاه الشكل اللي انت عايزاه. تدهني طبعا الصحن زيت. طبعا لازم زيت او ماده دهنيه زي ما احنا عايزين. ونبتدي ندهنها في جميع النواحي. في ناس كتيره بيقول لك الخطوات اللي انتوا بتعملوها دي احنا عارفينها. ماشي عارفينها، بس في بناتين صغارين على جواز، على لسه داخله، لسه الاجازه خلصانه وعايزين يعملوا، فعايزين نخلي الحاجه حتى لو فيها خطوات انتوا عارفينها معلش استحملونا، لان هي في ناس كتير بيسالوا بيقولوا لنا طب حاجه نشفت مني، ده حاجه اتلزقت، طب انت ما عملتيش دي، انا ما قلتيش. طب هي لازم تبقى الحاجه معروفه. يا سلام، يعني احنا يعني نذكرهم بالاشياء الحلوه هذه عشان ان شاء الله حتى في رمضان يذكرونا ويدعوا لنا. ايوه عايزين يعني بقى نشوف ابداع البنات الحلوه اللي هي سن ال 15 وال 16 دول، لازم يبقوا معانا في ستات بيوت من الاول. يعني طبعا انه ارقام التواصل موجوده معانا على الشاشه، كثير كانوا ناس يسالون عن ارقام التواصل وهذه هي موجوده معانا على الشاشه لانه يسعدنا اكيد تواصلكم واستفساراتكم. ليه كذا احسك مره حطيتي الدقيق فيها عشان ما تتماسك؟ هو كده كده انت بتحطيها تاخد الدقيق اللي هي عايزاه وارميه بعد كده. يعني انا دلوقتي اروح في الباسكت انزل الحاجات الزياده. هنا كده خدت الدقيق وما تحطيش دقيق كتير، وحطت خدت اللي هي عايزاه بالظبط. طيب نشوف الكيكه بتاعتنا. الكيكه دلوقتي كويسه قوي، نبتدي نحط الدقيق واحده واحده يا منال، ما بتتحطش كتير. يلا لين تحطي انت الدقيق ناخذ اتصال ونقول هلا ومرحبا فاتن. عليكم يا هلا ومرحبا. صباح الخير، الله ينورني الساعه. الله يسلمك. يا هلا ومرحبا، معلش صوت الجهاز شوي. ايوه تفضلي عزيزتي امري. انا تعودني طريقه الحل اللي تسويها الحين بالتمر مجبي. لو نيتوني شوفها الحين الله يعافيكم تعيديها لي. تعيد لك مره ثانيه طريقه التمر؟ اي بس شلون طريقتي يعني؟ وش والكريم كراميلا هذه حقت الحلا ولا غيرها؟ ولا هذه تستخدميها انه بالحلا او غيرها؟ الكريم كراميلا العادي هذه. ممتاز ولا يهمك. عندك اي سؤال ثاني عزيزتي؟ لا حبيبتي انا اتابعكم واشوف برنامجكم. الله يسعدك واكيد هذا الشيء يسعدنا كثير، واهم شيء انه يكون نكون احنا يعني قاعدين نقدمكم الاشياء اللي انتم تتمنونها. يعطيك العافيه. مين كان معنا؟
شوفي ترى الصوت انا كان شوي طيب. مزعج خلاص اعتقد فاطمه. بصي فاطمه احنا نشوف التمر. احنا بنجيب التمر بنجيبه معمول او بنجيبه صحيح زي ما انا جايبه النهارده، بنجيبه نحط عليه شويه بيكنج صودا عشان يفتت التمر شويه، يبقى متفتت يدخل في الكيكه، ويبتدي نحطه معاه كوبايه ميه سخنه. انت كوبايه الميه سخنه مع البيكنج صودا بتخليها بقى تبتدي زي ما احنا شفنا تحول التمر المسحوق، تحسيها صارت زي دمسه التمر. ايوه بالظبط، دمسه تقيل بالظبط. ده بالنسبه للتمر. نبتدي نجيب المكونات بتظهر على الشاشه وموجوده في التواصل الاجتماعي برده، وموجوده عندي على الصفحه طبخ اسرار مع رودينا. هي المكونات بتحطيها ككيكه تبتدي تعمليها، السكر مع السكر مع البيض ومع الفانيليا، نبتدي نعمله مع بعض لغايه ما يبقى لونه ابيض. لونه ابيض ده اللي بيخلي الكيكه هشه، ده اللي بيفرق بين كيكه هشه وكيكه مكتومه. بعد ما بنعمل كده بنسيبها تتضرب كويس، بنبتدي نحط الزيت. بعد ما حطينا الزيت نبتدي نحط الدقيق واحده واحده. دلوقتي دي مرحله الدقيق، خليكي معانا، ده مرحله الدقيق. طبعا الحين ان شاء الله يحطوا لنا في الكنترول، يرجعوا يحطوا لنا المقادير مره ثانيه. ناخذ اتصال ونقول يا هلا مرحبا بكم نوران. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وغلا. بس عزيزتي ممكن توطي لنا صوت التلفزيون شوي؟ طيب تفضلي عزيزتي. ايش اللي حابه تسالي الشيف؟ بس بسالها عن الكيكه، اذا هي تتسوى بالدخن، يعني الدخن اللي زي الفرن. اها، يعني نفس الكيكه هذه تبينها انه تقدر تسويها بس تحط بدال التمر الدخن. ايوه. ولا يهمك، وعندك اي سؤال ثاني عزيزتي؟ لا مشكورين. يا هلا ومرحبا. طبعا تقول لك بدال التمر. طبعا كيكه الدخن. هل تقدر مثلا تضيف الدخن للكيك التمر، او مثلا نستغني عن التمر ونخلي كيكه الدخن؟ ممكن نستغني عن التمر وتخلي كيكه الدخن، بيبقى افضل. نفس المقادير ونفس الشيء، بس اللهم نفس كل شيء. الدخن بس الدخن تقريبا يكون ثقيل شوي. فانا هذا اللي انا حابه تركزي عليه عشان ايوه. لا هو ثقيل شويه، بس هو يعني ممكن تستبديه ده مكان ده، ما في مشكله. اوكي. الدخن تعرفيه هو زي البودر. زي البودر. ما بيبقى. هل تزود عليه شويه مويه او تزود عليه يعني هو اصلا بياخد من الميه اللي انت بتحطيها. يعني احنا الميه اللي احنا حطيناها في التمر بتحطيها، يعني هي اي كيكه بيبقى فيها يا حليب يا اما ميه يا اما حاجه انت بتحطيها سايله، لان لوحدها تبقى حاجات كلها ناشفه. فلازم يبقى في ماده تخلي الحاجات تمتزج مع بعض. دلوقتي كده خلصناها، نشوفها مع بعض. طيب وفي حاجة ثانية سألت عليها، قالت إنه هل الكريمة هذه أقدر أستخدمها في أنواع من الحلى الثانية؟ هي بس اللي سألت على كريم كراميل. إحنا بنعمل كراميل بس مش كريم كراميل، فإحنا الكراميل ده اللي هو بتقدري تحطيه فوق الكيك، فوق الحلى اللي أنت عايزاه. الكريم كراميل طبعا ده بيبقى حلى لوحده خالص، نبقى نجيبه ونعمله في يوم لوحده يعني. لا بس انه هذا الكريمه تقدر تحطيها على اي نوع كيكه انت حابه. ما انا عايزه انبه، دي مش كريمه، دي كراميل مش كريم. كراميل. الكراميل دي انت تقدري تحطيها على اي حاجه انت عايزاها. يعني كيكه مثلا انا مسويتها كيكه في البرتقال. صح. كيكه بال يعني اي حاجه انت حابه بتشتريها، تقدر تضيفي لها هذه يعني كنوع من السكر. بتشتريها حتى لوحدها من المحلات، بتبقى في ازايز لوحدها بتتشال عشان تتحطي على اي حاجه، ايس كريم على حلى على اي حاجه. بس طبعا لما بتعمليها في البيت وضمن المكونات بدم ما فيش فيها اي مواد حافظه، فدي من الحاجات الكويسه يعني. ادي كده الكيكه عندنا جاهزه، بس لسه الكراميل عايزين نوريه للناس بطريقه سهله. هنا يا منال لو جيتي بصيتي معايا هنا هتلاقي السكر بدا لونه يتغير، وده اللي انا عايزاه. انا عايزه السكر يتغير لونه بالمنظر ده. الكيكه دي بتاخد وقت شويه في الفرن. هنعلي حراره في الفرن، نخليها 180، نسخن الفرن كويس قوي، نحط الكيكه تاخد وقتها، بتاخد حوالي ربع ساعه والنار عاليه عشان تخلي المكونات يعني تتفاعل مع بعض. نبتدي نوطي النار خالص على 130 بكتير، ونسيب الكيكه لمده ساعه الا ربع. ممتاز. وطبعا نعيد مره ثانيه تعطينا مقادير الكريمه هذه. دي اللي انا بعملها. ايوه. اوكي. ايش الاشياء اللي حطيتي لها؟ هنا حطينا ايه يا منال؟ حطينا ميه. حطينا ميه وحطينا السكر كوبايه سكر وعليه نص كوبايه ميه بس. ممتاز. بتلاقي غطى السكر، مش محتاجين اكتر من كده. ونسيبه السكر كل ما هو موجود هيتغير لونه. ممتاز. حلو. معانا بقى دلوقتي احنا يا قلبه قشطه يا اما
وبن كريم، انا جايبه وبن كريم. علبه القشطه وبن كريم ده يبقوا موجودين. الحركه اللي هتحصل بعد شويه هي دي اهم حاجه في الكراميل، ومش عايزه اسبق الخطوات، انا عايزاهم يتعلموا واحده واحده لان اتسال عليه كتير قوي. هو دلوقتي صفر، هنسيبه شويه كمان. طب اذا كنت ابغاها تكون صفرة اكثر، احط السكر شوي احمشه ولا عادي؟ يعني ايه من الحين؟ يعني الحين السكر الحين عشان يطلع لونه اصفر قريبه من الكريمه، نقدر انه نحط السكر ونحمسه شوي لين يطلع لونه اصفر بعدين نضيف للمويه؟ ينفع لو انت عايزاه لونه اصفر حطيه بني، ما تزوديش السكر لان السكر مقاديره معروفه، انما زودي يعني خليه بني. بصي يا منال معايا خلاص كده بقى موجود، هنيجي كده ونيجي بالتقليب على طول عشان ده ما بياخدش وقت. معلش ثواني، ممكن نستعمل دي. ممكن نبص على الشاشه كده بقى لونه اللي هو اللون البني ده اللي انا عايزاه. هنحط ده هيعمل فوران. ده اللي ايش؟ ده ويبن كريم. طبعا اهم ما في الموضوع انك انت تحركيها بسرعه عشان لا جدا تكتر. ممكن تشليها من على النار دلوقتي خلاص. وهنا ممكن بقى تضيفي زبده او ما تضيفيش، يعني الزبده بتتحط عشان تخلي الحاجه شايني شويه يعني بتلمع. خلاص كده يا منال. هذه حلوه في رمضان تكون بعد الافطار، دي ده يعني جميله ما بين السحور والفطور. دي ممكن من الحاجات الحلقة المشهوره الجميله. دلوقتي نشوف بقى كده خلصناها، ولين نجيب لنا الكيكه ناخذ اتصال ونقول يا هلا ومرحبا فوزيه. الو. يا هلا ومرحبا صديقتي البرنامج. عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك خاله منال؟ بخير الله يسعد لي قلبك، انت كيفك شخبارك؟ والله تمام. عاد ما شاء الله خلاص خلصت المدارس وصرتي متابعتنا. ايوه والله. يلا الله يوفقك ان شاء الله يا رب صديقتنا. قولي لي فوزيه ايش اللي حابه تسالي الشيف؟ عاد ما شاء الله نبغى نسمع الاخبار الحلوه من الاهل، يقولون ما شاء الله فوزيه ابدعت السنه هذه في رمضان، ساعدي الماما اكيد. اي والله. طيب عزيزتي يلا قولي لي ايش حابه تسالي الشيف؟ والله يا خاله منال انا حابه اسال عن مقادير الكيك اللي انت الحين تسوينها انت وخاله رودينا. هو لا يهمك، ان شاء الله اليوم الطلب كثير على كيكتك يا رودينا. يعني ولا يهمك فوزي، عندك اي سؤال ثاني؟ لا والله يا خاله شكرا. العفو. يعني فوزيه من الناس اللي عايزين نزورها نشوفها بتعمل الحاجات اللي بتسال عليها دي ولا لا. شوقتني كثير فوزيه نشوفها. عايزين نسال الاهل كمان يعني صراحه ست بيت معتبره. حبها للمطبخ واضح جدا يعني. بص يا منال لو شوف الكراميل مظبوط ازاي. يا سلام. خلاص كده ده القوام المناسب، وممكن تحطي زبده، انا بحاول يعني اقلل موضوع الزبده شويه عشان الكيكه دسمه اصلا، بس ممكن تحطي زبده مفيش مشاكل. نبتدي نسقيها من بره. دي يا منال انا كنت حاطه تمر تحت، فلو بصينا على الشاشه هنلاقيها التمر واضح من فوق. ده انا كنت حاطاه من الاول من تحت. عايزه تعملي الخطوه دي اوكي، مش عايزه مفيش مشكله. ونبتدي بقى نسقي الكيكه، لان على فكره رودينا انت يوم تحطيه في الخلاط يمكن تتقطع كثير صح؟ فانت تحب انك انت اذا انت حابه تزينيها زينيها في التمر انك انت تحطيها على اسفل الصحن. صح، هي يعني اللي هي الكيكات. كثري كريمه رودينا لان انا باكلها بعد الهواء. وانا معاك يا منال، خليها تبوظ الرجيم ونبوظ كل حاجه النهارده. كده الكراميل، وطبعا الكراميل كل ما كان سخن الكيكه بتشربه على طول بيبقى عامل زي الصوص. على فكره انت ذكرتي حاجه راح حلوه الحين يعني نبهتينا فيها، الكيكه اول ما تطلع من الفرن نحط لها الكريمه هذه ولا نخليها تبرد؟ لا ما بنخليهاش تبرد، يعني بصي انا هقول لك حاجه، لو انت عايزه الكراميل لوحده لحاله خالص يبقى يعني اكنك بتاخدي صوص كراميل بتسيبيها تبرد، انما لو انت عايزاها تتشربه وتبقى طبقه منه يعني تحسي بالكراميل جوه الكيكه وانت بتاكليها يبقى تحطيها كده. عاد تصدقي انه هذه الحركه هذه نقدر نسويها لو حتى عملناها كيكه في البيت واضفنا الكريمه جنبها؟ اعتقد انها مره لذيذه كثير جربت اشوف، ما هي من اختراعي بس انا جربتها في مطاعم. على اي من فعلا الكريمه هذه مع اي نوع من الكيك. طبعا فظيعه جدا جميله يعني فزيعة. حتى الاطفال مره حلو بدل ما ياخذون الكيكات اللي تجيكي جاهزه، فحلو ان ست البيت تدلعهم بالكيكات. أيوة. اللي هم يحبوها في البيت وبنكهات من لمسات. انا عايزه اقول لك ان انا يعني لما تحطي الكراميل اسم قبل الحاجه بتاكل على طول. يعني انت صراحه اغريتيني يعني كده بالكراميل اكلها. وكده كمان عايزه اوري الساده المشاهدين انا قطعتها عشان اوري لهم من جوه هي عامله ازاي. منال عايزين طبق، نجيب طبق. ثانيه واحده.
طبعا كل ما كانت حارة كل ما تتشربها أكثر الكيكة للكريمة. يعني عايزين نشوف الطبقة من جوه، لأن من الكيكات اللي هي بيبقى لونها غامق جوه من جوه، مش يعني ما اللي بيشوفها أو بيعملها ما يتخضش إن كيكها لونها غامق. ده كيكة التمر، شفتي غامقة إزاي من جوه؟ لأن هنا ممكن تزودي كمان لو أنت استعملتيها مع السكر تركتي البني. تركتي لي بس توفي طبعا طبعا خلاص يعني هتخليها هذه بعد البرنامج، خلينا مع بعض. وبعدين كده دي لو شفناها هي غامقه من جوه، لان كيكه التمر اصلا بتبقى غامقه، والحاجات اللي هي بتميزها ان هي بتبقى لونها غامق، يعني لما نشوفها بتبقى غامقه. ده من الحاجات الجميله يعني. ده دلوقتي ممكن تحطي قرفه، ممكن تزودي اللي انت عايزاه من جوه، دي نكهات انت اللي بتفضليها وانت اللي بتحبي تزوديها. كده الكيكه جاهزه. وفوزيه كانت عايزه مقادير الكيكه، استاذنكم اقولها ولا الوقت؟ بسرعة الوقت خلاص. بصي يا فوزية، بتجيبي مقادير الكيك عبارة عن بيضة وواحد وربع دقيق وزيت. وبصي يعني هي لو بتكتبي يبقى أحسن لك تاخديها من التواصل الاجتماعي، وهي موجودة. ما عندنا مواقع التواصل الاجتماعي وعندنا الحلقات تنزل على اليوتيوب. طبعا يعطيك العافية رودينا، أبدعتي اليوم بطبقك وحسنه فعلا، ودي بسرعة أجربها إن شاء الله. أسلمي ألف أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، ونشوفكم إن شاء الله بكرة على خير، وإلى اللقاء.